خلينا بقى نطير دلوقتي مع حضراتكم لسوريا. سوريا من الدول اللي بتحافظ على طقوس رمضان بشكل كبير جدا، خصوصا مهنة المسحراتي اللي لسه موجودة في المناطق الشعبية والتاريخية في سوريا. خلينا نروح مع حضراتكم نشوف التقرير عن المسحراتي في دمشق ونرجع على طول. يستحضر المسحراتي السوري أبو الهيجة الأناشيد التي يرددها وموسيقاها من المسحراتية الذين كان يتابعهم في طفولته والتقاليد الحية في قلوب سكان دمشق القديمة. ويتمسك أبو الهيجة بعمله في الأماكن التاريخية بدمشق القديمة ويشتهر بمنادات السكان بأسمائهم عند إيقاظهم، فيضيف إحساساً بالحميمية إلى أناشيده وألحانه التي يرددها قبل الفجر. مسحراتي اليوم صار تراث. اما هلا اليوم في عندك الموبايلات، في ساعات، في عالم اليوم بعدين مات نامت كانت تسهر مثلا، اليوم العالم بتسهر للسحور بتتسحر وبتنام. وفي عصر تهيمن عليه التكنولوجيا لا يزال كثيرون يفضلون الاستيقاظ على صوت المسحراتي بدلا من اجهزه المنبه والهواتف الذكيه لتناول وجبه السحور خلال شهر رمضان، خاصه وان مهنه المسحراتي لها مكانه خاصه في قلوب اهل دمشق وفي كل المنطقه العربيه. ما عاد في اعتماد على الموبايل، خلص يعني هذا طابع صار خاص. عرفت شو الفكره؟ انه خلص طابع خاص باحد اعمده التراث. ما عاد تقدر تستغني عنها. صبح لك يا دايم صبح الواحد الأحد يا الله.